وبيحصل لها كاتابوليزم، هنعرف بعدين ازاي، مش مهم نعرف دلوقتي. المهم الكاتابوليزم وبيريزم بايريميديز بتديني كذلك امونيا. اوكي؟ يبقى ما ننساش بس الميجور سورس ايه؟ دي الانيشن امينو اسيد، دي ما ينفعش نمر فيها ابدا. انما في ماينور سورس تشمل كاتابوليزم اوف بيوريز اند بايريميديز. دي تشمل عمليه دي الانيشن اند كاتابوليزم. هنعرف الكلام ده بعدين. هل في مصدر اخر كذلك؟ ايوه مصدر اخر
دلاله على الكيدني فانكشن. عشان كده حتى في الكي دي فيليير اذا نتوقع اليوريا اللي جرت هي في البلازما تزيد طبعا. اوكي؟ وعشان كده زياده حالات الكيدني فيليير بنسميها يورينيا. بنسميها يورينيا ليه؟ لان اليوريا زايده في الدم. بس احنا عاوز انبه لحاجه، هل زياده اليوريا في الدم هي سبب مشاكل الرينا فيليير؟ لا. ليه بقى؟ ليه؟ طيب ايه مصير بقى الامونيا اللي بتحصل اللي بتعمل دوبامين؟
في الفا امين جروب العاديه بتاعت اللي كانت موجوده في الجلوتاميك اسيد، وفي اللي شاركه في الجاما 4 اللي هي عامله امايد لينك. فالجلوتامين بيشيل اثنين امونيا مش واحده. الالانين بيشيل واحده. نعم؟ لا ممكن تاخد اثنين. اوكي؟ المهم طبعا دي نقطه ثانويه عليها. في البرين لا الجلوتامين هو اللي بينقل الامونيا من البرين الى البلاد ثم الى الليفر او الى الكلى، ممكن كده ممكن كده على حسب. اوكي؟ طيب الجلوتامين عاده بيروح للكلى مش الليفر، وبعدين في الكلى يحصل له ايه؟ بالجلوتامينيز نشيل منه امونيا يتفضل جلوتاميك اسيد، والامونيا اللي طالعه تعمل ايه؟ تنزل في اليوريا. الكلام ده بيحصل بالذات في حالات الاسيدوزس اكثر، والكلام ده هنفهمه اكثر لما ناخد الكيدني في الفيزيولوجي. ليه بقى يا ترى؟ لان السكريشن اوف امونيا ان يورين بيساعدني تو كيب ماي بايكربونيت ان ذا بلاد. ازاي؟ هنعرف بعد كده مفيش داعي نخش فيه عشان ما نبعدش. اوكي؟ وبالتالي السكريشن اوف امونيا ان يورين بيساعدني تو كيب ماي بايكربونيت ليفل ان ذا بلاد، بالاخص في حالات الاسيدوزس الميتابوليك اسيدوزس او حتى الريسبيراتوري، لان في الحاله دي البايكربونيت بتقل في حاله الميتابوليك اسيدوزس، عاوز ارجعها تاني بيساعدني جدا اخراج الامونيا على ارجاع البايكربونيت والرد. الميكانيزم اول هنعرفه بعدين، مفيش داعي نتاخر فيه دلوقتي. اوكي؟ اذا بالاضافه الى ذلك كمان ممكن في الليفر كذلك جزء من الامونيا يتحول للجلوتامين. بقول الكلام ده في حالات الاسيدوزس. من غير اسيدوزس لا، الامونيا كان اليوريا على طول وتروح للدم وتنزل في اليوريا. انما في حالات الاسيدوزس بالذات جزء من الامونيا طبعا برضه مش كلها يلتحق مع الجلوتاميك اسيد ويعمل جلوتامين ويروح للدم ويروح للكلى. ليه بقى؟ عشان ايه؟ في حالات برضه تو هيلب كيب ماي بايكربونيت ان ذا بلاد. لان تاني سكريشن اوف امونيا ان يورين هيلبس ايه؟ ريجنريشن اوف بايكربونيت ان ذا بلاد. وبالتالي تو فايت اسيدوزس. اوكي؟ طيب لو حصل دي انيميشن او امينو اسيد في ان ذا كيدني اتسلف بيحصل ايه؟ الامونيا اللي طالعه تنزل في اليورين. طبعا سواء كان امينو اسيد عادي عملناه من انيميشن بالطرق السابقه او كان جلوتامين فقط امونيا وتحول لجلوتاميك اسيد، الامونيا الداخله دي برضه هتنزل في قلبي. حوالي نورمال تحت الظروف العادية 60% من الأمونيا بتاعت اليورين جاية من الجلوتامين و 40% جاية من أذر أمينو أسيدز. دي أمينيشن أو أمينو أسيدز بصفة عامة تديني أمونيا، 40% دي من الأمونيا اللي بتنزل في اليورين، وبقية الأمونيا 60% جاية من الجلوتامين برضه باي دي أمينيشن. طبعا في حالات الأسيدوزس بقى بتاعت الجلوتامين بتزيد قوي ماركت، لان الجلوتامينيز ده اللي بيطلع امونيا من الجلوتامين بيبقى ستيميوليت للبايكسيدز، في حين ان الجلوتامين سينثيتيز في الليفر بيزيد بالاسيدوز. فالاسيدوز بتزود الفورميشن الجلوتامين في الليفر وبتزود البريك داون الجلوتامين في الكيدني. ما ننساش دول تو ديفرنت ديزاينز، وموجودين في مكانين مختلفين. كل ده عشان ايه؟ بروفايد اسيدوزس، عشان تزود لي البايكربونيت في الدم. اوكي؟ حد عنده سؤال في الكلام اللي قلناه ده؟ ايوه. ايوه. هنقول الكلام ده بعدين. لما نتكلم عن هايبر امونيميا هنوصف هذا الكلام. زميلك بتسال ان من ضمن مصادر الامونيا انتستين البكتيريا. انها بتكسر بقيه الامينو اسيدز اللي موجوده في الانتستين وكذلك اليوريا اللي كان فيه وبتطلع منهم امونيا، ودول مشكلتهم في حالات الليفر سيروسيس. لان في غير الليفر سيروسيس اللي ترى يحصل ايه؟ الليفر ياخد هذه الامونيا ويحولها اليوريا خلاص ما فيش مشكله. طب في حالات الليفر سيروسيس تفتكروا يحصل ايه؟
by covering an event by covering culture. And then Michel Ammonia. Okay? If a lot of any charging person cover their leg, then ammonia when transmitted to urine will set as a secretion of hydrogen ion. Okay? Then the hydrogen ion cannot be secreted with the mere kibira from the glomerular filtrate. طبعاً في acidity gamma في الغلاف الفلتري. لما أحط أمونيا في الغلاف الفلتري يحصل إيه؟ الهيدروجين ذلك أبطأ يمسك في الأمونيا ويعمل أمونيوم آيون. مظبوط كده؟ طيب إذا وجود الأمونيا أو سكريشن الأمونيا بتساعد على سكريشن الهيدروجين آيون. والهيدروجين آيون ده بيبقى جاي من إيه؟ من كربونيك أسيد. إيه اللي فضل من كربونيك أسيد؟ أخدت منه هيدروجين آيون، باي كربونيك دي اللي هتروح عندها. أوكي؟ الكلام ده. ويا ريت كنت درست الفيزيولوجي الكيدني في الأول، كانت هتسهل حاجات كتير. إن شاء الله السنة الجاية يعني. إن شاء الله. أوكي. طيب حاجة عندي سؤال بقى تاني في هذا الموضوع. أوكي. طب نشوف كده الجلوتامين بيتعمل إزاي ولا الكلام ده إحنا نديش تاني إن شاء الله لما ناخد الجلوتامين الأسيد الميتابوليزم. Ketogenic amino acids, 2 مفيش غيرهم،
بقى على بيه ولا ثلاثة بيه ولا كمية الأكسجين أساسا. أوكي. طيب في أذر فيس يا ترى للكربون سكيلتون ده؟ أيوه في ميسيلينيوس باثويز. يعني غير إن أنا ممكن أدي جلوكوز أو في كومبوزيت أو أعيد بناء الأمينو أسيد. الكربون سكيلتون بتاع الأمينو أسيد بيساعد في بناء الهيم والبيورين والبايرينين والكرياتين وكل ده احنا نعرفه لما ندرس الميتابوليزم بتاع كل واحد منهم. هنعرف بعدين ان الجلايسين بيساعد على بناء الهيم والبيورين والكرياتين. والاسبارتين بيساعد على بناء البيورين والبايرينين. تمام انا بقول كده طبعا امثله لما يعني مش مهم نفتكرها دلوقتي. بس عاوز اعرف ان بقيه الكربون سكيلتون بتاع الامينو اسيد بيساعد في بناء مركبات اخرى مهمه جدا في الجسم. اوكي. طب ايه امثله كده سريعه على بنقول لك امينو اسيدز بطريقه مباشره جدا للالانين لانه باي دي امبليشن بيدي بايروفيت فهو ده اكتيتو اسيد المقابل ليه وده ممكن يتحول لاكسالاسيتين بالبايروفيت كاربوكسيليز واحنا عارفين الاكسالاسيتين بتعمل جلوكونيجينيسيس جيناتيكوس. الاسبارتيت باي دي امبليشن تدي اوكسالاسيتين والاوكسالاسيتين تدي جلوكوز. الجلوتامين جلوتاميك اسيد باي دي امبليشن تدي الفا في جلوتاريت نكمل في السيتريك اسيد سايكل نوصل لاكسالاسيتين للجلوكوز. يبقى في اتليست ثلاثة امينو اسيد بطريقة مباشرة جدا ممكن يدوا جلوكوز. طبعا كل التفصيلات هنبدأ بعدين في الميتابوليزم اوف انديفيدوال اميونز. طيب بعد كده بقى هنتكلم عن اليوريا برودكشن. نرجع نفتكر تاني اليوريا هو الميجور اند برودكت اوف بروتين ميتابوليزم. بتمثل اخراج من 80 ل 90% من الامينو جروبس اوف امينو اسيدز. يعني معظم الامينو جروبس اوف امينو اسيدز فاينالي بتتحول الى يوريا. قلنا دي
مش تو سي او او اتش ده يبقى اسمه كربامي اف خلاص. بس انا حطيت كمان الفوسفيت فاصبح كربامي هو الفوسفيت. الفوسفيت شبكه في الكربامي اسيد بايه يا ترى؟ بهاي هيدروجين بوند. ها ليه دي هاي هيدروجين بوند؟ ده ايه؟ كربوكسيل فوسفيت. كربوكسيل فوسفيت زي بتاعت ال 1 3 مش فوسفوجليسرين فاكرين؟ ها نمبر 1 الفوسفيت بتاعت ال 1 3 مش فوسفوجليسرين في الجلايكوليسيس كانت ايه؟ كربوكسيل فوسفيت هاي انرجي بوند. هنا برضه ايه هاي انرجي بوند. كويس. اتحاد الامونيا مع السي او 2 محتاج له اي تي بي مش كده؟ والفوسفيت اللي هشبكها هنا محتاجه كمان اي تي بي عشان كده الرياكشن ده محتاج 2 اي تي بي. ليه بقى تاني 2 اي تي بي؟ واحده عشان تشبك الامونيا مع السي او 2 ويعملوا كربونيك اسيد والثانيه تديني فوسفيت للكربونيك اسيد عشان نعمل كربون والفوسفيت. اذا الاثنين اي تي بي هيطلعوا لي ايه؟ اثنين اي تي بي وواحده في ار. ها؟ ليه بقى واحده في ار؟ لان الثانيه راحت للكربونيك اسيد وعملت كربون والفوسفيت. اوكي؟ لان واحده في الواقع ادتني اي تي بي زائد في ار اللي هي شبكه الامونيا مع سي او 2 والثانيه دونيتد هاي انرجي فوسفيت للكربونيك اسيد عشان تعمل كربون فوسفيت. يبقى في منها فضل منها اي تي بي بس يبقى 2 اي تي بي زائد واحده في ار. اوكي الانزيم اسمه ايه يا ترى؟ ده بيبني كربون فوسفيت يبقى كربون فوسفيت سينثيتيز. ليه سينثيتيز؟ عشان بيستهلك اي تي بي في الرياكشن. لو ما كانش بيستهلك اي تي بي وانا سميناه ايه؟ سينثيز. انما ده بيستهلك اي تي بي فبنسميه سينثيز مش سينثيز. اوكي؟ طيب فهمنا بقى ليه امونيا زائد سي او 2 زائد 2 اي تي بي يديني كربون فوسفيت زائد 2 اي تي بي زائد واحده بي ار والانزيم كربون فوسفيت سينثيز. فقلنا الانزيم ده موجود فين؟ في الليفر مايتوكوندريا. احنا في مايتوكوندريا قلنا اول تو رياكشن في مايتوكوندريا. نعرف ايه تاني على الانزيم ده؟ احنا بنسميه كربون فوسفيت سينثيز 1. ايه بقى ال 1 اللي عرفناه ايه؟ يبقى لازم في 2. اه فعلا في 2 ده انزيم اخر ومش موجود في الميتوكوندريا موجود في السيتوسول وبيساعد على بناء البايريميدينز مش اليوريا. 1 ده بتاع اليوريا بتاع الميتوكوندريا و2 ده بتاع البايريميدينز وده موجود في السيتوسول. اوكي؟ هل في فرق بين الـ 2 انزيمز؟ ده في عندي فروقات غير ان واحد في الميتوكوندريا وواحد في السيتوسول. فهل الـ 2 بتاع السيتوسول ما بيستعملش فري امونيا؟ هما بيستعمل الامونيا جايه منين؟ من الجلوتامين. ها؟ نمبر 2 ده بتاع السيتوسول بيستعمل امونيا جايه من الجلوتامين. اوكي؟ هنا فري امونيا. والفري امونيا دي بفتكر تاني جايه منين؟ من الدي ام ان اي شطر او ام ان اي واحد مظبوط. ها؟ انما هناك في 2 بقى بتاع السيتوسول لا لازم ياخد امونيا من الجلوتامين ما ينفعش من ده فرق. الفرق الثاني ان الكربون الفوسفيت سينثيتيز 1 بتاع الميتوكوندريا بتاع اليوريا فورميشن ريكوايرز ان اسيتين جلوتاميت از ريستريكت الستريك اكتيفيتور. اقصد ايه بكلمه ستريكت الستريك اكتيفيتور؟ ليه ما قلتش الستريك اكتيفيتور وسكيب؟ ليه قلت ستريكت؟ ما يشتغلش بالكبير. لو قلت الستريك اكتيفيتور بس معناها ايه؟ نشاط. ولو مش موجود مفيش مشكله بيشتغل بس ابطا. ها؟ انما لا ده من غير ان اسيت الجلوتامات ما يشتغلش. لازم ان اسيت الجلوتامات عشان يشتغل. فهنا في ستريكت الستريك اكتيفيتي ان اسيت الجلوتامات. هنعرف بعدين بيتعمل من ايه؟ من جلوتاميك اسيد طبعا واسيتيك اسيد او اسيت الكوي. بس مين اللي بيساعد على بنائه؟ ان اسيت الجلوتامات الارجينين. فالارجينين بيساعد على بناء الان اسيتيل جلوتامين اللي هو بينشط ويلزم ستريكتلي لتنشيط الكربون فوسفيت سينثيز 1. اوكي؟ شوف بقى اول ده موجود في السيتوسول وشغلته بناء البايريميدينز مش في اليوريا ومش محتاج لان اسيتيل جلوتامين كاكتيفيتور. امال مين الاكتيفيتور بتاعه؟ حاجه ثانيه هنعرفها بعدين. حاجه اسمها بي ار بي تي والاي تي تي. البي ار بي تي والاي تي تي بينشطوا
ده عكس اول خطوه. اوكي؟ طيب كده اللي هيحصل في اول خطوه. حد عندي سؤال في اول خطوه دي يا بنت؟ واضحه؟ طيب ننتقل للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هنعمل ايه؟ هننقل الكربامو الراديكال يعني الكربامي كاسد الى الاورنيثين. ده الاورنيثين ده كان واحد من البيزك امينو اسيد سمعنا عنه السنه اللي فاتت. اورنيثين كان بيخش يا ترى في تركيب البروتينات؟ نو ما كانش. ده احد الامينو اسيد التي لا تدخل في تركيب البروتين. انما مهم في جسمنا، ايوه مهم جدا عشان الريفورميشن، انما لا يدخل في تركيب البروتين. مفيش بروتين يحتوي على اورنيثين، مفيش. اوكي؟ طيب المهم الاورنيثين هيعمل ايه؟ هنا بقى هيستقبل الكربونيك اسيد من الكربون الفوسفيت، وادي الكربونيك اسيد اهو اللي هو امون، ادي الان اتش 2 بتاعته، وادي الكربوكسيل جروب بتاعته. ثابت في الدلتا امينو جروب بتاع الاورنيثين، ده الاورنيثين اهو. دي الدلتا امينو جروب هشبك فيها سي او ان اتش 2 يعني هشبك فيها كربونيك اسيد راديكال. اوكي؟ يبقى انا هنا بنقل الكربونيك اسيد راديكال من الكربون الفوسفيت الى الاورنيثين، يبقى نسمي الانزيم ايه؟ اورنيثين ترانس كربامويليز. اورنيثين ترانس كربامويليز. طيب اما اشبك بقى الكربونيك اسيد مع الاورنيثين الناتج يبقى ايه؟ انذر امينو اسيد قلنا برضه بيخش في البروتينات، ولكن مهم في جسمنا ادي امين اهو بيخش في اليوريا سايكل واسمه سيترولين. سيترولين سمعت عن السيترولين ده قبل كده؟ طيب سمعت هو عن النيتريك اوكسيد قبل كده؟ ده بيتعمل من ايه؟ ده ايه بيعمل ايه ده؟ بيعمل فازوليتيشن كويس خالص. بيتعمل من ايه؟ برافو عليك، من الارجينين. طب الارجينين لما بيدي نيتريك اوكسيد بيتفضل منه ايه؟ سيترولين. اوكي؟ سيترولين ده اللي بيفضل من الارجينين بعد ما يدي نيتريك اوكسيد للنيتريك اوكسيد سنتيز. اوكي، وهنا طبعا مهم في اليوريا سايكل. اهو اتعمل من الاورنيثين. اورنيثين نقتله الكربامول جروب، ها؟ بالاورنيثين ترانس كربامولاز واعمل لي سيترولين. ويبقى كده خلصنا اول خطوتين في اليوريا فورميشن. خلصنا اول خطوتين، والاثنين قلنا بيحصلوا فين؟ في الميتوكوندريا. بيبقى الخطوات كلها بتحصل في السيتوسول. يعني لازم نخرج السيترولين ده من الميتوكوندريا الى السيتوسول عشان نكمل اليوريا فورميشن. اوكي؟ طيب هنعمل ايه بعد كده بقى بالسيترولين في السيتوسول؟ هنعمل له تفاعل مع اسبارتيك اسيد. اسبارتيك اسيد احنا جبنا سيرته من شويه بمناسبه ايه؟ انه بيدي سكند نيتروجين اوف يوريا الاساس. اليوريا الاساس فيها اثنين نيتروجين مش كده؟ واحده جايه من امونيا اللي هو جاي من ايه؟ امينو اسيد بوليميريشن، والثانيه جايه منين؟ اسبارتيك اسيد. ادي جه هيجي دور الاسبارتيك اسيد. النيتروجين الثانيه بتاعت اليوريا هتيجي منه، عشان كده عاملينها باللون الاحمر زي بالظبط الكربونيك اسيد اللي شبك فيه الاورنيثين عشان يعمل سيترولين. معمول برضه بنفس اللون. ايوه دلوقتي الامونيا دي عاوزين نشبكها كده عشان نعمل في الاخر اليوريا. طيب الخطوه الاولى هنعمل ايه؟ هنعمل كوندنسيشن بين السيترولين والاسبارتيك اسيد. هنشبك الاثنين في بعض. نشبكهم في بعض ازاي؟ تفتكروا نعمل ايه؟ الامينو جروب بتاعت الاسبارتك تشبك في السي او بتاعت السيترولين عشان يبقى كده قربنا من اليوريا. مش كده ولا ايه؟ لان اليوريا عباره عن الامينو جروب دي اللي كانت امونيا زمان، والسي او دي اللي كانت سي او 2 زمان، هنضيف لها امينو جروب من الاسبارتك اسيد عشان تعمل اليوريا. اذا لازم الامينو جروب دي بتاعت الاسبارتك تشبك في السي او بتاعت السيترولين. وده فعلا اللي هيحصل. هنشبك الامينو جروب دي بتاعت الاسبارتك في السي او بتاعت السيترولين، هنشوف دلوقتي الناتج ايه. اوكي؟ هنشبك الاثنين في بعض. عشان نشبكهم في بعض محتاجين الـ ATP. وهنا الـ ATP بيكسر الـ AMP زائد الـ Inorganic Pyrophosphate. اوكي؟
فيه دلوقتي ساكسينيك اسيد، يبقى النادي هنسميه ارجينين وساكسينيت او ارجينين وساكسينيك اسيد. النادي هنسميه ارجينين وساكسينيك اسيد او ارجينين وساكسينيت. فهمنا ليه اسمه كده؟ قد عملها الفيدي ولا واضحه؟ ها؟ وبالتالي ده عباره عن سيترولين اهو وادي اسبارتيك اسيد اهو. لو اعتبرت النيتروجين بتاع الاسبارتيك تبع السيترولين اصبح ارجينين. لان سيترولين زائد نيتروجين يبقى ارجينين. ايه اللي فضل من الاسبارتيك لما شلنا من النيتروجين؟ ساكسينيك. يبقى ده اسمه ارجينين وساكسينيك. وهنسميه كده ليه بقى؟ ليه ما سميناهوش سيترولين اسبارتيك؟ لان في الخطوه الجايه هفك الارجينين لوحده. هنشوف دلوقتي الخطوه الجايه هنفك الارجينين لوحده. اذا الافضل اسمي ده ارجينين وساكسينيك مش سيترولين اسبارتيك. اوكي؟ خلاص فهمنا هو ايه هو الارجينين وساكسينيك او ارجينين وساكسينيك اسيد. ده جاي من الكوندنسيشن واسبارتك مع السيترولين بمساعده الانزيم ارجينين وساكسينيك سينتيتيز باستهلاك اي تي بي يديني ان ام بي زائد بي. طيب وبعدين الارجينين والساكسينيك بقى زي ما قلت انا من شويه هفكه الى ارجينين لوحده والباقي هيبقى ايه يا ترى؟ هل الباقي هيبقى ساكسينيك؟ لا، لان في الواقع الباقي هيفقد هيدروجين. لان انا عندي هنا ايه؟ ان اتش وهنا ان اتش. انا عاوز اخد هيدروجين من الساكسينيك ده واديه للان اتش دي اعملها ان اتش 2. اوكي؟ ويبقى النادي كده ارجينين. بس فضل ايه بقى من الساكسينيك اسيد في الحاله دي؟ فضل فيوماريك اسيد. ما ننساش الفيوماريك اسيد عباره عن ساكسينيك ناقص هيدروجين. ايوه احنا فعلا شلنا هيدروجين من الساكسينيك فاذا الناتج فيوماريك اسيد. يبقى الارجينين والساكسينيك هيتقسم نصين فيوماريك اسيد وارجينين. فيوماريك اسيد وارجينين. يا ترى الانزيم ده هيدروليز ولا مش هيدروليز؟ هل الانزيم ده هيدروليز؟ ليه مش هيدروليز؟ حضرش ميه واحنا على بعض ميه حضرش ميه. امال ايه ده بيكسر؟ بيكسر من غير اضافه ميه يطلع لايز. يبقى لايز. اوكي؟ واللايز بيشتغل على ايه؟ ارجينين وساكسينين. يبقى نسميه ارجينين وساكسينين لايز. احيانا كانوا بيسموه ارجينين وساكسينيز. في بعض الكتب بتكتب كده. ها؟ هل يا ترى الاسم ده صح ولا ارجينين وساكسينيز؟ كانه هايدروليز، لان احنا قلنا من السنه اللي فاتت ان عموما الهايدروليزيس بس هو اللي بتاخد اسم السبستريت الايز. ها؟ لما يكون عندي هايدروليز، الهايدروليز يعمل ايه؟ يكسر بيضافه الميه، فبيجيب اسم السبستريت ويحط ايه؟ زي الاميليز يكسر ايه؟ صح. ها؟ زي اللايبيز يكسر ايه؟ بالميه بيضافه الميه يبقى هايدروليز. فاذا لو قلت سبستريت وايز يوحي ان هو هيدروليز، ده مش هيدروليز. فاذا الاسم الصح ارجينين وساكسينيت لايز وليس ارجينين وساكسينيت. اوكي؟ ارجينين وساكسينيت لايز ده الاسم الاصح. انما مجازا في بعض الكتب بتكتب ارجينين وساكسينيت. تمشي انما مش صح. طب المهم عملنا ايه بقى؟ اكتسبنا ارجينين وساكسينيت الى فيوماريك اسيد وارجينين. طيب وبعدين خلاص الخطوه الاخيره بقى. نعمل ايه في الارجينين يا ترى؟ هنفكه بالميه. نفكه بين ايه؟ بين الاورنيثين بتاع زمان والحته اللي اضفناها. ها؟ مش دول اللي اضفناها ده الصوت الاحمر ده اللي اضفناه؟ السي دي كانت ايه؟ ها؟ كانت سي او 2 والان اتش 2 دي كانت ايه؟ امونيا والان اتش دي كانت ايه؟ الامين جروب بتاع الاسبارتيك اسيد. ايوه. عارفين بقى مصدر كل واحده. ما هي دي اللي هي دي بتاعت الاسبارتيك اسيد ودي اللي كانت زمان امونيا ومع سي 2 عملت كربونيك اسيد كربون 3 مش كده؟ وادي المقابل اهي اللي احنا سيبناه بلونه الاصلي الاسود اللي هو الكورنيثين. ده اللي هنعمله فعلا هنكسر من هنا باضافه الميه المره دي باضافه الميه. ها؟ هيدروجين من الميه مع الان اتش دي كم الاورنيثين بتاع زمان. فاضل ان الميه اوكسجين وهيدروجين. هيدروجين يروح الان اتش يعمل ان اتش 2 والاكسجين يمسك في السي او يعني في السي او يعملها سي. ده فعلا اخر خطوه ان الارجينين هنكسره بالميه من هنا. هيدروجين بتاع الميه يروح للنيش يعمل اورنيثين يبقى زي زمان. اوكسجين بتاع الميه يروح للسي يبقى
خدوا بالكم بقى، كل واحد من اليوريا سايكل انزيمز دول وكذلك الكورنيثين سيترولين انتي بورتر، كل واحد من دول ممكن يبقى ناقص عند بعض الناس. كويس ان الكلام ده فيري رير، فيري رير ان في واحد من الانزيمز دول ناقص. انما يحصل ايه تفتكروا لو واحد من الانزيمات دي ناقص؟ ما اقدرش اعمل يوريا، مش كده؟ اعمل يوريا ازاي؟ ما هو اي انزيم من دول يقف خلاص اليوريا مش هتتحل، وبالتالي يحصل ايه؟ الامونيا تزيد جدا في الدم وتعمل